هتضربني انا بوجهك. استنى شوفي محمود. بابا هذا محمود ضربني كف وراح. صحيح الكلام هذا يا محمود؟ عم تمد ايدك على اختك الكبيرة؟ ايه بابا بعرف. اسألها ليش؟ خليت قلك. شو بدي اسألها؟ شو عاملة ليش؟ احكي. ها؟ شو بدي اعمل يعني؟ كنت باكي عم بتفرج على الموبايل اجا ضربني كف وهرب. بابا مو انت قلت لي انا رجال البيت من بعدك؟ ايه مزبوط يا ابني انا قلت لك هيك، بس مو تضرب اختك الاكبر منك، رجال البيت تحميهم وتدير بالك عليهم. ايه بابا انا ضربته لانه في سبب. سبب؟ وشو هو السبب؟ هاتي احكي لي لشوف. شو السبب؟ شو عامله؟ احكي لي شوف. شو عامله انت؟ ها؟ انا؟ ما عملت شيء. شو عامله انا ولك؟ احكي له. احكي لي شوف محمود احكي. بابا كانت قاعدة ما بتدخل. كل ما انت تروح الشغل هي بتقعد وتدخن، لهيك انا عصرت ورحت ضربتها. انا فرجيكي. عم تدخني؟ اسمع بابا والله ما بعرف عيدها، خلص مشان الله سامحني، خلص ما بتعيدها. اسمعي انا ما راح مد ايدي عليكي هلا لانك كبرتي وصرت بطولي. احكي لي مين علمك على الدخان انت؟ ها؟ رفيقتي علمتني، بس والله يا بابا ما بعرف عيدها. توبي. شو رايك تجربيها؟ طيبة كثير. لا ما بدي. كل مرة جربيها انت شو بدك؟ طيبة كثير. تعمل تخيل بس انا بحياتي ما جربت هيك شيء. ما بدي بلا خلص. ما رح تموتي اذا جربتي. خلص لازم تعملي كل شيء بحياتك. خي اسحبي سحبة واحدة بس. بس هذا ما بيأذي؟ كان دخان عادي، خلص اسحبي هذا هو بس. بس أول مرة. متأكدة؟ أكيد. شو انك مولدان اسحابي؟ اسحابي كتير طيب. فيتك التالي يا بنتي، انا كم مرة قلتلك لا تمشي مع رفقة سيئين، امشي مع ناس يدلوك على الخير، مو رايحة تتعلمي منها دخان؟ معك حق يا بابا، انا غلطت وبعرف حالي غلطانة. اسمعي يا بنتي، انا بدي احكي معك بس بالكلام، يا ريت تحطيه بمخك وتحفظيه. الدخان بيأذيكي، رفقات السوق بيخربولك سمعتك. معك حق يا بابا، وانا خلص بوعدك ما بقت احكي معه. ديري بالك يا بنتي، يا خوفي بكره يعلموك شيء تاني. الرفقه لازم تعرفي مين هن وشو عم بيعملوا لحتى تمشي معهم. طريقهم خطا لا تتابعي، طريقهم صح امشي معهم، لاني بهي الدنيا اذا وقعتي ما حدا بشيلك، بدعس عليك وبمشي، لا صديق ولا رفيقتك ولا مين من كان يكون غير اهلك، ما حدا رح يفيدك يا بنتي. خلص بابا حاضر، اللي بدك اياه بيصير. طبعا روحوا سووا لنا شيء اكلنا، ديري بالك على اخوك ماشي؟ يلا امشي معك.